فالان كنتواجدوا في ملعب نخيله حيث كيتواجدوا اللاعبات ديال نادي رجاء الزغور اللي تم اقصاء تاعهم من الفريق حسب القول ديالهم. والان بحضور مفوض قضائي كيحاولوا باش يدخلوا الملعب من اجل الحديث واخبار السيد الرئيس بما يقع. واش هما في كاين من عند الجمهور ولا غليوم؟ والله ما نقولش حنا جالسين لاعبين تستافوا مع الغيال ولا الله يبقى هو يضحنا ولا نضربوا عاوده ما نمشي من الجمهور. هو مفوض قضائي ويدخل حتى هو يدير اثبات الحاله. الله يزيد الفرق هذا الشيء اللي داير. وحنا وحنا ولاد ضربوا على ولاد الزاويه ما كيدخلش كيكون الماتش ما كيدخلش الجمهور. ماشي لا دابا دابا لا والله ما كيدخل والله يديك والله ما كيدخل ملي كاين الكورونا حاطين ولا كبيرة اللي طارت مدينة أسفي فصراحة خرجوا العديد من متبعين ديال كرة القدم مدينة أسفي خصوصا اللاعبات ديال رجاء الزهور اللي تم إقصاؤهم من الفريق. فقبل ما نبداو معاهم الحوار نخلي كل وحده تقدم نفسها باش تعرفكم على الجمهور ديالها. الاسم ديالي سميت سلمى عياطي لاعبه في رجاء الزهور اسفي دوزيام سير. ساره شاشو لاعبه بنادي رجاء الزهور كرة القدم النسوية فرق اسفي. سكينة معدون لاعبة في فرقة رجاء الزهور لكرة القدم النسوية اسفي. معنا سي صلاح ف من قبل جاء عون قضائي. جاء عون قضائي وي. شنو الدور اللي جا القضائي باش يثبت بان هاد الناس طردهم رئيس ديال الفرقه ملي جا سدوا علينا البيبان كما كتشوفوا وما خلوناش ندخلوا قال لك انه ممنوع الجمهور وبغى يتواصل معنا لا رئيس لا مكتب لا والو. وملي اللي حفظتو نتوما كان كيتصل ليك نتوما شفتو كلشي بعينكم ان رئيس الفرقه كيتصل هاتفيا باش انني نحاول ان هاد الناس نحيدهم من هنا. هادشي الولاد ديال هاد الرئيس راه عيب وعار. يومين هادي كان اتفقت انا والرئيس مع المكتب وقلنا غيرجعوا اللعابات وانهم غيعطيهم التعويضات ديالهم ويعطيهم كل شيء وجمعت هاهم يقول لك شنو كاين جمعتهم من ورا الفطور والبارح جمعتهم ودويت معاهم وخا انهم كانوا كيبغاو شي حوايج اخرين قلت لهم لا وطلبناهم ودرنا فيهم ها كاين السيده نعيمه معدون ودوينا معاهم ودرنا فيها هذه هي الاولى ودرنا فيها هذه السيده وقلنا صافي اللي غلب يعس دار معايا نهار الاخر مع الخمسة العشية السيد ما تسوقنيش ما عقلش عليا السيد ولا كيسحبنا حنا عبيد عنده ولا كيتفلى علينا اش ذنب هاد الدرية هي خرجت هذه على قرايتها هذه خرجت على قرايتها هذه فين خدامة هي دابا من شناك دابا من الخدمة ديالي وجاية فاش خدامة مخبازة شحال تقريبا هذه الاب ديالها مسكين عنده خدامة بالطاكسي هذه خرجت على قرايتها هي مريحة السبب هو الرئيس شحال تقريبا كتلعبوا في هاد النادي انا يلا اول عام انا 6 سنين وانا معاه في الفرقه انا كنت معاه قبل وانقطعت وعاود رجعت معاه هذا العام. بالنسبه للغريب الامر هو ان هاد الناس سناو الكونتر مع الفريق وما عندهمش الكونتر يمكن تقربوا الناس بس حنا بينا نمشيو نسنو مع الكونترا قال لك لا فوتوكوبي لا هو غيتكلف بجميع الاوامر الكونترا في سميتو هاد الكونترا سنينا في مقر العمل ديالو بالحي الصناعي هو قال لك ما غاديش تسنيو شي بلاصه اخرى من غير تما كيعيط لك الو نزلي عندي الكراج باش تسني معايا يعني نتوما غير كتسلوق هو في كاريزي هو قال لك غير سني انا غنتكلف بالوراق ملي قلت لي طالب شو انا بنسخه قلت لي راه خاص نورمالمون اللاعب يكون عنده واحد الكوبي ديال هاد الكونترا قال لي هاد الوراق كاملين اللي سنيتو عليهم راه كيمشيو للجامعة كيتقادو تما عاد كترجع النسخة غتبقى عندي ونسخة نعطيها ليك مرة أخرى عاوتاني عاود سولت على قال لي الوراق باقي لحد الآن ما عندي ما يمكنش واش لا ليسونس خرجات والكونترا باقي ما جاتش لعندك راه ما يمكنش. بالنسبة رغم أنكم ما كتوفرش على الكونترا إلا أنكم كنتو كتخلصو من الجامعة فهذا بحد ذاته فهو إثبات. هذا بحد ذاته إثبات وعندنا الغلوف من البنكة بأن الفلوس كانت كتوصلنا من الجامعة يعني ماشي من عنده هو ما كيعطيهاش لينا من جيبو
هذا بحد ذاته باننا راه محسوبين على الفريق، ولكن باش نطالبك بالحق ديالي وما تعطيش ليا راه ماشي. خلال اليوم امس شنا واحد المنشور اللي تقاس بان الفريق كيقول انه تم اقصاكم من الفريق، شنو كتقول في هذه المساله؟ تم الاقصاء ديالنا من الفريق بحجه اننا ما بقيناش محسوبين عليه. ملي ما بقيناش محسوبين عليه دونك راه حتى الكونترا ديالي لغيتيها. نورمالمون خاصنا نكونوا الكونترا كتلغى من طرفين، انت لغيتيها من طرف واحد. حنا ما عرفناش علاش تلغات الكونترا. اخر سيمين بغينا نتريني وقال لنا وقفتنا مساعده المدرب، قالت لنا انتم ما بقيتوش محسوبين على الفرقه. الرئيس تاع الفريق والمكتب قال لك بقاش تجي ترين دو سابق انذار. بالنسبه للكونترا اللي سيتو مع الفريق، واش نتوما اللي ديتوها؟ قال لي ديتوها ولا بقات عند الرئيس ديالنا؟ لا بقات عنده هو، ما ديناهاش حنايا. قال لنا غير سيرو، انا هاد الوراق انا غادي نمشي نتكلف بهم صافي. هو خلينا لي الوراق وانا عطاني واحد لو كونطرا ديال بنت اخرى كتلعب معنا، قال لي سيري ديها لاغريس خليها عنده ويكاشيها وانا غنمشي قال لي نجيبها. يعني داكشي اللي واقع علينا حنا وقع لوحدين اخرين. بالنسبه لنا دي اصلا واش عندهم مقر ولا ما عندوش مقر؟ ما كاينش مقر. بحال مثلا ملي كنكونوا عندنا شي غينيو خاصنا نجمعوا، كنجمعوا في الدروه ديال واحد السيد معنا في المكتب ولا كنجمعوا في ان كافي. يعني ما كاينش واحد المقر كيتجمع فيه الفريق باش غادي نجمعوا وغادي يكون داكشي باغ جروب، ما كاينش. عندنا شنا هذا المقر نهائيا ما من وراها جيتو باش تلينو تم التوقيف ديالكم. تم التوقيف ديالنا بحجه اننا ديال العقود انه ما كيمشيوش يكاليزيو العقود ديالهم. لا كاين معاهم واحد الموظف، كاين موظف كيخدم هنا في البلديه هنا ديال اسفي، كيخدم هنا هو اللي كاز الكونطات بلا ما يحضروا هما وبلا ما يسنوا في الصف. انا تحداتو راه خرجوا. واش هما نتحداهم؟ حنا غنديروا شي كاليه في هذا الشيء؟ يعني هو اللي كيمشي يدي كاليزي، او انت خدام في الجماعه وخدام هنا في المكتب واش تخدم؟ حنا كلنا كنشوفوا الناس ديال البلديه هما المدرب خدام في البلديه اللي كي كاليزي ديال العقود في البلديه ولا اي واحد. نتحدى ماشي دابا هنا واش بجات كاليزات؟ لا ما مشيناش كاليزينا، هو غير سنينا انفو سنينا مع الكونترا قال لنا صافي سيروا في حالاتكم. انا ذاك العقد انا اللي غندي برجلي المقاطعه وانا اللي غادي نكاليزي. يعني حنا الروجي سرا ما سنيناش فيه نهائيا وما تكاس يعني السيناتور ديالنا ما تصححش. بعد خروج تاعكم في بعض المرابط الاعلاميه واش كان شي اتصال بكم من رئيس الفريق من اجل الفرح؟ لا ما كانش اتصال بيننا وبينه، اتصل بالسي صلاح هو اللي هضر معاه وقال ليه قول الدريات يتنازلوا لي على الشكايه وانا غادي ندير معاهم واحد الصلح وغادي نرجع لهم وراقيهم. انت غترجع لي وراقيه لا سيناتور كتحل جوج المرات في العام وانت كتقول غنرجع لهم وراقيهم في شهر 6، شهر 6 ما كتحلش السيناتور. الا بغيتي ترجعني ترجعني بجي 5 وجي 5 ما نتخلص من الجامعه. يعني انت غتولي تعطيني داكشي اللي بغيتي كل مره تلوح ليا صرف. يعني ما كيدير شي حوايج اللي كيخلي الانسان ما يقدرش يفكر. بالنسبه للصالير ديالكم ديال الجامعه اللي كتشدوا من الجامعه واش كتخلصكم الجامعه؟ توصلوا به كامل ولا لا؟ الشهرين الاولى توصلنا ب 2600، الشهر الثالث ملي ما كونفوكانا ثلاثه الماتشات وكانت واحد التحليله ديال الكوفيد 19 ما درناهاش. يعني احنا وراقينا اللي ما كاينينش الاخرين داروها، ملي ما درناهاش تنقص لينا من الصالير. يعني وصلنا غير نص. شحال كيجبد لكم هذا الرئيس؟ شحال كيقول لكم عطوني الرئيس دابا؟ المشكل اللي كاين هو هاد الجامعه ملي خرجت لينا حنا هاد المنحه ما قالتش لك غتعطي للدريه على حساب اللعب ديالها. هو قال لك ما يمكنش انا وحده ما كتلعبش ما كتقنعنيش بلعبها وكتريح بونتوش غتشد 2600 درهم. قال لك ما يمكنش، ما انا ما نعطيهاش ليها. قال لك كيف غتيري فلوس من البنكه؟ غتجيبي لي داكشي اللي اتفقت انا وياك عليه كل وحده وشحال داير ليها. حنا قال لنا 2000 درهم. يعني علاش انا غنشد 600 درهم من 2600 درهم؟ علاش؟ قال لك لا وما خاصكمش، قال لك تشدوا داكشي اللي بغيتوا نتوما. انا اللي قلت لكم بهدف قال لك ساعدوا الفريق. يعني دابا الان كتشوفوا بان المحكمه هي الفاصل بينك وبين هاد الناس؟ لا لا المحكمة وكاين اعتصام امام ملعب المخيلة بحضور فعاليات حقوقية وجمعيات وغنعتصموا حنا ووالدينا هنا وولادنا. غنريحوا ليه هنا حدا التيران تيدير معنا شي حل. هاد السيد راه ما كيحشمش. هاد السيد تكرفص على هاد البنات هاو كاملين خرجين على مستقبلهم. فهم على الاباء تاعهم اللي غنحاولوا نشوفوهم، ربما كانوا كيشوفوا نظرة امل في الابناء تاعهم انهم يشوفوهم في هاد الفريق هذا، لكن للاسف كيتفاجئوا بهاد الواقع المرير هذا. السلام عليكم اخويا. اش غنقول لك؟ هذاك الشيء اللي سمعته راه ما بقى غادي نزيد عليه. حنا ولينا كنشوفوا هاد الدريات كيشوفوا غاديين في واحد ما بقاش نطمئن ليهم.
بقيت ما كنا عارفين اش غنديروا معاهم. الدريات عاد عادوا بحالا مهزعين، بحالا كيشوفوا مستقبلهم زاد، كيشوفوا حتى حاجه بقاو داروا، كيشوفوا حتى حاجه ما بقاتش شادهم. وهاد السيد هما داكشي اللي كيقول لك السيد طامع فيهم، واش داك السيد طفت على الفلوس وطامع في الدريات باقي مسكين باقي بالمستقبل تاعهم ويديهم؟ راه تاو عنده الدراري، تاو عنده ولاد، تاو كيصير، تاو عارف اش كاين. وهاد من هاد المرض كنوجه الله يهديه، الله يهديه شتاو تاع الخير من هاد السيد. وكنطلبوا من الناس مسؤولين يشوفوا حال هاد الدريات ويوقفوا معاهم. وما حنا ما عندنا جاد عليهم، حنا راه حنا مساكين، ماشي شي حنا اللي غادي نقوموا شحال. راه خصنا هاد الناس حنا مساكين هما اللي واقفين، هاد الحقوقيين هما اللي واقفين مع الدريات. راه كنا كنقول لكم راه حنا كروزاد رينا، كي غنقبضوا عليهم. والله يحفظكم. اش غادي نقول لكم؟ نعطيك الميكرو باش توجه لي. كنوجه رسالة للسيد فوزي القجع أنه يدخل لينا في هذه المسألة، وبالأخص هذا الشيء اللي واقع لينا راه خاصو حل، والحل خاصو يكون من الجهات المسؤولة، يعني الجهات الكبيرة، الجهات العليا، حيت حنا هذا الشيء اللي عارفينه راه اللي قدرنا عليه راه كنديروه، ولكن إلا ما كانش جهة عليا اللي تفصل بيننا وبين هذا السيد راه ما عندنا ما نديروه. كنطلبوا من السيد فوزي القجع يشوف في هذا النازلة في هذا الموضوع، ومن لجنة الأخلاقية حتى يتدخل في هذا الشيء. حتى انا كنطالب من فوزي القجع ثاني شفت من حالنا ويعاوننا ويكون المسؤولين جهات مسؤوله اللي كاينه في اسفي يشوفوا على هذا الشيء ديال الليغاليزاسيون، حيت هذا الشيء غير قانوني بالنسبه حنا. خاصنا ضروري نحضروا تصحيح الامضاء، حنا ما حضرناش ليه، وهادشي خاص يكون قانوني وكنتمنوا يعاونونا ويساعدونا. يمكن طلب من فوزي القجع يشوف من حالنا، وانا كنطلب والو، كنطلب الحقوق ديالي وصافي، كنطلب حتى حاجه. حنا كنطالبوا دابا الملك ديال البلاد سيدنا الله ينصرو. حنا ما بقينا كنطلبوا حتى واحد، حنا كنطلبوا الملك ديال البلاد سيدنا الله ينصرو، يعطي التعليمات ديالو رئيس الجامعه الملكيه فوزي القجع بانه يتدخل بشكل فوري واستعجالي من اجل حل مشكل هاد اللاعبات المطرودات المتعسفات. وشكرا لكم. انا معدون نعيمه كمناضله، كنطلب من جميع الهيئات الحقوقيه اللي باسفي يوقفوا مع هاد الشابات اللي حتى هما خاصهم يد المساعده تمد ليهم، ماشي نبقاو نديروه كل الشباب ديالنا. هادشي هو اللي كيخلي الشباب ديالنا كيمشي للبحور، كيمشي للبحر، كيموت في البحر، كيمشي لشي حوايج خايبين، كيخرجوا لبزاف الحوايج. حنا اللي خاصنا نساندوا هاد الشباب، حنا خاصنا نكونوا مع هاد الشباب. ورسالتي لجميع الهيئات الحقوقيه، ما تنساوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.